مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تنهب جبلا في إب وتوزعه على أسر قتلها. الحوثيون يمنعون دراسة التاريخ والفلسفة في جامعة صنعاء. وفي الأخبار المنوعة، وفاة أول رجل يخرج إلى الفضاء الخارجي. منذ سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على عدن، تفقد المدينة خدماتها تدريجيا، وآخر هذه الخدمات ما جاء في الموقع أو في موقع المشاهد نت، والذي عنوان عدن توقف محطة الحصوى الكهربائية عن العمل، حيث توقفت محطة الحصوى الكهروحرارية بمدينة عدن عن العمل بسبب نفاد الوقود الخاص بمولدات الكهرباء. وأكد المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء بعدن للمشاهد نت أن إيقاف محطة الحصوى جاء نتيجة نفاد مادة المازوت المخصصة لتشغيل المولدات. وكان المتحدث قد أطلق قبل أيام نداء لتزويد المحطة بالوقود اللازم لاستمرار خدماتها، محذرا من تراجع ساعات تشغيل الكهرباء في حالة خروج المحطة عن الخدمة. وتنتج محطة الحصوى الكهروحرارية الواقعة في مديرية البوريقة غرب عدن قرابة 125 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وبدأ العمل في محطة عام 1989 بعد 10 سنوات من تأسيسها بدعم من الاتحاد السوفيتي السابق. يفيد الموقع، تراجعت الخدمات العامة في مدينة عدن بالذات الكهرباء بعد توقف توريد شحنات وقود الكهرباء إلى المحطة منذ سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على المدينة. أما ما تفعله ميليشيا الحوثي في محافظة إب فهو مختلف تماما عن كل ما يحدث في المحافظات الأخرى، حيث أقدمت الميليشيا على السيطرة على جبل كامل وبدأت بتقسيمه على أسر قتلاها. ووفقا لموقع الصحوانت، توتر مسلح في إب بين قبليين وميليشيا الحوثي بعد محاولة الأخيرة البسط على جبل المورم. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن عشرات الأهالي احتشدوا بالمئات في جبل جنوب وغرب مدينة إب أو جنوب غرب مدينة إب بعد وصول لجنة حوثية من صنعاء بخصوص أراضي الجبل واتخاذها قرارا بمصادرة الأراضي لصالح أسر قتلى ميليشيا الحوثي. ورفض الأهالي وأسرهم قرار قيادات ميليشيا الحوثي والتي نصبت شعار الميليشيا بصورة كبيرة في الجبل وبدأت بمحاولة البسط على الجبل بقوة السلاح، لكنها قوبلت بالرفض من ملاك الأرض الذين يحاولون منع أي استحداثات في الجبل، حيث أن أسعار الأراضي فيه مرتفعة جدا. وطالب الأهالي نقل قضيتهم لمحاكم خارج محافظة إب، حيث أن قضاة المدينة قد حصلوا على أراض في الجبل ذاته ويطالبون بقضاة ليس لهم أراض في ذلك الجبل. وأقدمت قيادات حوثية مؤخرا على نهب عدد من الأراضي في جبل المورم بعد منحها صكوك تمليك وتأجير من قبل مكتب الأوقاف في المحافظة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. ونهبت قيادات عليا من ميليشيا الحوثي الأراضي الخاصة والعامة بمدينة إب الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف أكتوبر 2014 بقوة السلاح، وصادروا حقوق المواطنين وممتلكات وأراضي وعقارات الدولة وسط سخط ورفض شعبي لتلك الممارسات. كرز أحمر يملأ السلال والصناديق، ثم حبوب بيضاء مقشرة ثم محمصة فتتحول إلى البني، وأخيرا كؤوس تعلوها الأبخرة من المشروب الأسود. هكذا تتحدث الكاتبة هالة كودماني عن البني اليمني في مقال تحت عنوان عندما كان اليمن يعطي القهوة للعالم، والذي نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية وترجم خصيصا لقناة بلقيس. من المهم أن نتذكر أن العالم كله مدين لليمن لأهم مشروب في عصرنا. ظهرت في بداية القرن الخامس عشر في جبال شبه الجزيرة العربية شجيرة سحرية منحت الحبوب التي توقظ كل صباح جزءاً كبيراً من البشرية. وفقاً لإحدى الأساطير، فإن أحد الرعاة ربما هو من قام بهذا الاكتشاف، فقد رأى خرافه تتقافز بعد تناول الثمار الحمراء فقطف منها بدوره وعرضها للبيع. أطلقوا على هذا النبات الاسم العربي قهوة، والذي تستمد منه كلمة كوفي
بينما يطلق عليه في العديد من البلدان العربية تسمية بن، ومنها أتى اللون البني باللغة العربية. بدأ تصدير شحنات القهوة الأولى من ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر الذي أصبح مركز تجارة البن اليمني، والذي أتت منه تسمية الموكا، أحد أصناف البن الأكثر شعبية. الموكا أصله يمني، وأيضاً هاشتاج تبنته الحملة على الشبكات الاجتماعية. يذكر موقع المشاهد اليمني: لا يزال أكثر من 1,000,000 يمني يعملون في القهوة وفقاً لوزارة الزراعة، وتوفر زراعتها دخلاً للعديد من الأسر. وقد استؤنفت زراعة البن في اليمن في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت بشكل كبير منذ عقود لصالح القات. هذا النبات المخدر الذي يدمن عليه ملايين اليمنيين ينمو في نفس الأماكن والظروف المناخية التي تنمو فيها القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 1,000 و1,700 متر فوق مستوى سطح البحر. لكن الكثير من اليمنيين يطالبون اليوم بعودة القهوة. كتب أحد مستخدمي الإنترنت المشاركين في الحملة: لو أننا ننتزع نبات القات ونستبدله بالقهوة لربما خرج اليمن من هذه الغيبوبة. كرس الكتاب والشعراء وغيره من المثقفين اليمنيين في الأيام الأخيرة مواهبهم في خدمة البن الذي ليست مرارته أشد من مصائب بلدهم، التي لا تتواجد بشكل رئيسي في الأخبار إلا في الحديث عن الحرب والمرض والبؤس. قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن 3 من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بدأوا إضراباً عن الطعام يوم الجمعة في 11 من أكتوبر للمطالبة بإطلاق سراحهم. وعنوان المصدر أونلاين: مختطفون في سجون الميليشيا يضربون عن الطعام للمطالبة بإطلاقهم. وأضاف المصدر للمصدر أونلاين أن كل من نايف علي المروسي ومازن عبد الله المحمدي وبدر سلطان المليكي يقبعون في سجون الحوثيين منذ 4 أعوام دون أي تهمة ولم يقدموا لأي محاكمة، وقد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء. وبحسب المصدر فقد لجأ المختطفون 3 إلى الإضراب بعد فقدهم الأمل بإطلاق سراحهم وزيادة معاناتهم وتدهور حالتهم الصحية والنفسية نتيجة ما يتعرضون له في السجن من انتهاكات. يضيف الموقع: يقبع المئات من المختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي دون أي مسوغ قانوني أو تهمة. منذ احتلت ميليشيا الحوثي صنعاء وهي تغلق منافذ الحياة وتنشر الجهل، ووفقا لموقع الحرف 28، الحوثيون يغلقون قسمي التاريخ والفلسفة في جامعة صنعاء. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي أغلقت قسمي الفلسفة والتاريخ في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ أكثر من 4 أعوام ونصف. وقالت مصادر أكاديمية إن مشرف الكلية أو كلية الأداء في جامعة صنعاء المعينة من ميليشيا الحوثي عبد الملك عيسى قرر إغلاق قسمي الفلسفة والتاريخ، وأشارت إلى أن إغلاق القسمين جاء بعد فتوى من رئيس قسم الدراسات الإسلامية الذي عينته الميليشيا أيضا. وذكرت المصادر أن مبرر الحوثيين في إغلاق قسمي التاريخ والفلسفة هو ضعف المردود المالي من القسمين. ومنذ انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية وسيطرتها على صنعاء عمدت إلى استبدال الموظفين والأكاديميين في جامعة صنعاء فضلا عن عدم صرف رواتبهم. صوت العقل المغيب، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله في صحيفة الغد مضيفا: لم يعد مصطلح القبيلة مقصورا على الثقافة العربية التي اشتهرت به، وإنما انتشرت القبائل في كل مكان، حتى فيما يدعى العالم الديمقراطي الذي روج لأفكار المساواة والاندماج والتعددية الثقافية. حتى أن مفهوم صوت العقل لم يكن في أي وقت أكثر ضبابية وتجسيداً لنسبية الأحكام مثل ما هو الآن. سوف يرى ناخب ترامب صوت العقل في خطاب التفوقية البيضاء والاستثنائية الأمريكية، وسوف يرى أتباع الأيديولوجيات المتطرفة صوت العقل في إكراه الآخر على أن يكون مثلهم أو إبادته إذا أمكن. وليست في العالم منطقة غام فيها مفهوم صوت العقل وتضاعفت تعريفاته المتناقضة تماماً في كثير من الأحيان مثل منطقتنا. وكما يبدو أصبح صوت العقل الأكثر رواجاً، وذلك الذي ينجو العداء
فيضيق المصلحة ويعظم الأحقية الذاتية ويكره الاستنطاق ويرفض الاقتراح ويحتكر الحقيقة. في أوقات كهذه يصبح صوت العقل الحقيقي محاصراً ومعزولاً ويغري صاحبه بالصمت، وينبغي أن تقاس عقلانية الصوت بنتائج ما يدعو إليه: المصالحة والتسامح والسلام ومنح الحقوق لأصحابها وتقليل أسباب السخط واختيار التفاوض على العدوانية. أما الدعوة إلى القتال على أي مستوى بقصد انتزاع حصة الآخر والهيمنة عليه وإقصائه فلا عقل فيها، ومن المؤسف أن تكون هذه الدعوات هي الرائجة حتى أصبح العالم مجنوناً وبلا ضمير ولا ينجو فيه أحد. من الصعب جداً الإفلات محلياً من هذه العدوى العالمية، لكن من ضرورات المحاولة كما يقترح تشومسكي إتاحة الفرصة لصوت العقل ليعلن عن نفسه وتيسير وصوله والاستماع إليه. يتطلب ذلك اعترافاً بالأزمة وإرادة سياسية تريد المراهنة على الأصوات التي تسترشد بالعقل والبصيرة وفهم ما يحدث في العالم كما يقترح تشومسكي لمعرفة تضاريس الطريق. وسوف يحتاج الإعلام إلى فتح نوافذه وتخليصه من الرعب والرقابة الذاتية وأحادية الصوت وسماع اقتراحات وروايات بديلة عن روايات النخب الموالية المصنعة، على ذلك يشيع صوت العقل وينير معالم الطريق. بين ناري التجنيد القسري وألغام ميليشيا الحوثي يعيش أطفال اليمن، فضلاً عن الفقر والأوبئة التي جلبها انقلاب الميليشيا، تقول صحيفة البيان وتضيف: لم تكتفي الميليشيا بنشر الدمار وتجنيد الصغار والدفع بهم للمحرقة، بل زرعت مئات الآلاف من الألغام الأرضية في كل المناطق التي مرت عليها، محولة حياة الأطفال وأسرهم إلى مآس. لقد أسفر انفجار لغم أرضي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة عن مقتل وإصابة 6 أطفال بعد زراعة الميليشيا للغم قرب التجمعات السكنية، حيث كان الأطفال يلعبون في منطقة وادي نخلة شرق مديرية حيس. ميليشيا الحوثي زرعت الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرقات العامة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا. ومع تأثر المناطق الساحلية لليمن بمنخفض جوي وسقوط أمطار غزيرة، جرفت السيول حقول الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات بمديرية التحيتة ومنطقة الجبلية جنوبي الحديدة، إذ قتل شاب بانفجار لغم حوثي في إحدى قرى المديرية. في الصورة من عدن، يتلقى مهاجرون أفارقة وصلوا حديثا مساعدات بسيطة تبقيهم على قيد الحياة. هم يعلمون أن البلاد التي حلوا فيها ليست أفضل من بلدانهم التي رحلوا عنها، بل ليست بخير على الإطلاق، لكنهم جاءوا أملاً في استكمال الرحلة إلى بلد آخر، تعنون صحيفة العربي الجديد: مهاجرون إلى اليمن رغم الحرب. وكشفت الأمم المتحدة عن وصول أكثر من 97,000 مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه رغم القتال الواسع النطاق في اليمن والأزمة الإنسانية ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام. وذكرت المفوضية أن من بين هؤلاء المهاجرين 37,000 وصلوا في الفترة ما بين أبريل ومايو الماضيين. وأشار التقرير إلى أنه ما زال الإثيوبيون يشكلون غالبية الوافدين الجدد، وأنهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة قدمت الدعم اللازمة والخدمات الأساسية لهؤلاء الوافدين. ويتخذ المهاجرون من القرن الإفريقي اليمن طريق عبور نحو دول الخليج، خصوصا السعودية التي يدخلون إليها عن طريق التهريب بهدف العمل. لثورة أكتوبر قصة كبيرة كتبها اليمنيون معا، هنا جزء من هذه الرحلة كما كتبها بلال الطيب في مقال نشره موقع يمن مونيتور مضيفا: في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية العبوس اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب، حضره قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف وسلطان أحمد عمر وعلي السلامي وطه مقبل وسالم زين وآخرون، وتم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح. وذكر سلطان أحمد عمر
أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها لأسباب عداها استراتيجية، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الحجرية. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة، وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي وبيان مارس كما أقر، ولم يغير فيه سوى اسم جبهة التحرير إلى الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، وتم إعادة نشرهما في صحيفة الثورة التي كانت تصدر حينها من ذات المدينة. عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين. أغسطس 1963 أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية. عقد اجتماع تعز الموسع بالتزامن مع عودة راجح لبوزة وأصحابه إلى ردفان لتنفجر بعودة الأخير واستشهاده شرارة ثورة 14 من أكتوبر 1963. صحيح أن ذلك اليوم لم يكن قد حدد مسبقا، إلا أن تفجير الثورة كان قد تم الاتفاق عليه. إمكانية ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذات السبب توجهت مجموعة منهم برئاسة بليل راجح لبوزة إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة، وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام، وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة بمساعدة مائزة من قبل بعض المشايخ، وهكذا صار أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأدنى بهم. تشير دراسة جديدة إلى أن الحصول على زيادة في الأجور قد يحمي الموظفين من أمراض القلب والسكتات الدماغية، ووجد الباحثون أن أولئك الذين زادت رواتبهم كانوا أقل عرضة بنسبة 15% للإصابة بقصور القلب على مدى السنوات 25 المقبلة. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط دراسة زيادة في الأجور تحمي الموظفين من أمراض القلب، وأكدت الدراسة أن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ارتفع بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم. يقول الفريق من مستشفى بريغهام أند وومنز في بوستن بولاية ماساتشوستس الأمريكية ومدرسة هارفارد الطبية أن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى إعطاء الأطباء اهتماماً أكبر للظروف المادية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب. وقد وجدت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين لديهم مداخيل أعلى ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأفادت الدراسة التي استهدفت 9000 مشارك من 4 مجالات في الولايات المتحدة وتمت مراقبتهم لمدة 17 عاماً تقريباً أن المشاركين الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، وذلك لأن هؤلاء البالغين كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. أعلن المكتب الصحفي في مركز جاجارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، كما قال موقع عربي 21، عن وفاة رائد الفضاء السوفيتي إليكسي ليونوف، أول رجل يخرج إلى الفضاء الخارجي، عن عمر يناهز 86 عاما أو يناهز 86 عاما. وذكرت وكالة الفضاء الروسية أن إدارة وموظفي المؤسسة الحكومية يعربون عن تعازيهم العميقة لأقارب وأصدقاء ليونوف. وفي مارس 1965 قام ليونوف بأول رحلة فضائية له كطيار ثان في مركبة فوسخود 2 مع بافيل بيليف، وخلال الرحلة قام بأول خروج في التاريخ بمركبة إلى الفضاء الخارجي. وفي يوليو 1975 قام بالرحلة الفضائية الثانية كقائد للمركبة الفضائية سيروز 19 مع فاليري كوباسوف كجزء من البرنامج الدولي، حيث تم الالتحام بسفينة أبولو الأمريكية لأول مرة. صحافة جديدة في عالم جديد، تحت هذا العنوان كتب محمد أبو الغيط مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. قل ما هو هذا الشعار هو أول ما تقع عليه عين زائر مقر مجلة ديرشبيغل الألمانية العريقة في هامبورغ، حيث تم نقش عبارة المؤسس رودولف أوغستين بخط ضخم على الجدار، حيث حق القارئ هو المعلومات والحقيقة. على الصعيد التقني تتسارع تطورات خدمات تتبع السفن والطائرات والشاحنات والحصول على صور الأقمار الصناعية وكذلك أدوات فحص التزييف العميق للصور ومقاطع الفيديو. وعلى الصعيد التحريري يتسارع تراكم خبرات بالغة التخصص، يمكن أن تجد دليلا ضخما لتتبع الفساد المالي للشركات، يتطلب من الصحفي تعلم خلفيات مهنية مباشرة من عمل المحاسبين والمحامين، وتلك مجموعة متخصصة بتحقيقات تتبع شبكات الأسلحة، وآخرين متخصصين فقط في التحقيقات المتعلقة بشبكات تجارة الدواء العالمية،
ما يتطلب خبرات علمية معينة. كما تم تخصيص جولات في قسم تدقيق الحقائق في دير شبيغل، وهو الأشهر في مجالها في العالم، حيث نحو 70 شخصاً لا دور لهم إلا التحقق من صحة كل معلومة مذكورة في إصدارات المجلة الورقية والإلكترونية التي تشمل نحو 1100 صحفي وموظف. الإرشيف وحده يحوي أكثر من 100 مليون مادة نصية، يمتد مداها من الوثائق الحكومية إلى مقالات الصحف، فضلاً عن 10 ملايين صورة. كما تم تحويل إرشيف المجلة بالكامل الذي يعود إلى الأربعينيات إلى الصيغة الرقمية. كيف يتم اختيار مدققي الحقائق؟ يشمل الفريق تخصصات عدة، فهناك مختص بالمعلومات العسكرية، وآخر بالمعلومات الطبية، وثالث بالمعلومات التقنية، ورابع بالطب النفسي. الجميع يحملون شهادات أكاديمية، وعدد ليس قليل يحمل الدكتوراه في مجاله، والجميع يخضع لتدريبات خاصة. وعلى الرغم من ذلك كله يرفعون الشعار إذا كان هناك شك احذفها فورا. لا حاجة إلى عقد مقارنات عبثية مع أغلب جهات الصحافة العربية، وتظل الصحافة لا تحلق في الفراغ بمعزل عن تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية. فالصحافة العربية شهدت عصرها الذهبي بعد ربيع العربي، بينما تراجعت بتراجع الحريات وتصاعد الشحن الطائفي. تحتاج الصحافة عينا غير معمى ولسانا غير مكمم قبل أن تطالب بأن تقول ما هو. من صحيفة واشنطن بوست، هذه المرة نعرض لكم جولتنا المصورة بصور متنوعة. نتابع. فن الكاريكاتير يستمر في المنافسة ويفرض نفسه بين الأخبار والصور. مجموعة من تلك الرسوم نتابعها في حلقة اليوم. إذن وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.